تركيا وباكستان، مشاريع القوة، مروحيات وسفن حربية وكاسحات ألغام ومفاجآت لا تنتهي. تتعاون تركيا وباكستان منذ ما يزيد عن عقد من الزمن في العديد من المجالات، أبرزها صناعات الدفاع التي شملت صناعة مروحيات من طراز أتاك ودبابات وأنظمة دفاعية مختلفة، كان آخرها مشروع ميلجم لصناعة السفن الحربية. في حفل تسليم تركيا أول سفينة حربية لباكستان، أكد الرئيس أردوغان أن علاقات الأخوة والصداقة بين الدولتين متجذرة في أعماق التاريخ، وأنهما تطمحان لمزيد من التعاون في كافة المجالات. في السياق قال أسعد أكجون المدير العام لشركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات أصفات التركية إن مشروع ميلجيم الذي ينص على صنع 4 سفن حربية من أجل باكستان قد عزز مكانة الشركة لدى إسلام أباد وبالتالي من مكانة تركيا. المشروع يتضمن إنتاج 4 سفن حربية، يتم تصنيع 2 منها في تركيا والاثنتين الأخريين في كراتشي باكستان، مشيرا إلى أن المشروع سيكون إسهاما كبيرا في تعزيز قوة الأسطول الباكستاني. وأوضح أكجون أنهم أتموا تنفيذ العديد من مراحل المشروع في المواعيد المحددة، أنهم سيسلمون أول سفينة لباكستان عام 2023 ما لم يطرأ أي ظرف استثنائي يضطرهم إلى تأجيل التسليم، وبعد ذلك سيسلمون السفن الأخرى وفقا للمهل المتفق عليها. ولفت إلى وجود اهتمام كبير من عدة دول بشركة أصفات ومشاريعها، وأنهم استقبلوا في الأشهر الأخيرة في مكتبهم بدرسانة إسطنبول لتصنيع السفن وفدا من الفلبين ضم قائد القوات البرية ورئيس الأركان، وفدا آخر ترأسه قائد القوات البحرية في بنغلاديش، وأن الوفدين اطلعا على قدرات الترسانة وإمكاناتها. وأكد أكجون استمرار جهود الشركة في مشروع إنشاء حوض عائم للغواصات، مؤكدا أن الشركة ستنجز المشروع وتسلمه للمديرية العامة للترسانات قبل المدة المحددة.